صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل، يوم الاثنين، أول يوم في هذا الأسبوع. إن شاء الله يكون بداية أسبوع جميل، أسبوع إيجابي، أسبوع كله نخدم فيه هذا الوطن المعطاء، وطننا دولة الإمارات العربية المتحدة، وندعو دائما أن الله يديم علينا نعمة الأمن والأمان، وأكيد نعمة الصحة والعافية. دائما نقول إذا الإنسان مو بصحته ما يقدر يخدم وطنه، ما يقدر ينجز، ما يقدر يحقق طموحه وأهدافه. فعشان شي دائما نحمد الله على نعمة الأمن والأمان ونعمة الصحة والعافية. وطالما احنا قاعدين نقول الصحة والعافية، أكيد هذا برنامجكم، برنامج صحة وسعادة، اللي يطل عليكم من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 10:06 تقريبا، ونكون مع بعض على مدى ساعة تقريبا على الهواء، نطرح فيها كافة المواضيع اللي تعنيكم والمتعلقة بخدمات هيئة الصحة بدبي، آخر الأخبار العالمية، دراسة مثيرة للاهتمام ارتأى فريق الإعداد أنها تستحق أن يتم طرحها عليكم على الهواء، وأكيد نستقبل كثير من الضيوف اللي يناقشون آخر المواضيع الطبية، جديد خدمات في هيئة الصحة، إذا في ندوات، مؤتمرات جديدة تستحق أنكم تعرفون عنها وتزورونها. كل هذا يتم طرحها على برنامجكم، برنامج صحة وسعادة. وأكيد دائما نقول مذيع على الهواء من غير مشاركات للمستمعين، يسجل برنامج ما حد يبي يسمع مذيع يروح، دائما حالات البرامج الإذاعية والتلفزيونية دائما يكون في تواصل. فذكركم أرقام التواصل اللي دائما نعيدها عليكم في كل فاصل على 600551414، والرسائل النصية على 4006. طبعا برنامج صحة وسعادة تعودتوا على فقرات نبتدي دائما بالخبر أو الدراسة اللي تكون مثيرة للاهتمام، بعدين نروح للسوشيال ميديا، تكون معنا دائما أسماء الجناحي تقول لنا عن آخر أخبار السوشيال ميديا، في شيء جديد طرحته هيئة الصحة، وبعد هذا ننتقل بنكون إلى فقرة التغذية، فقرة مفضلة لدى كثير منكم يحبون يستمعون للمواضيع اللي يطرحونها أخصائيين التغذية في هيئة الصحة. وفقرتنا اليوم بتكون عن الوجبات السريعة وتأثيرها في الصحة، والفقرة الأخيرة راح تكون عن الأمراض المزمنة وشهر رمضان. مثل ما نعرف ان شهر رمضان ما شاء الله ما بقى عليه شيء، خلاص يعني اقل من شهر اتوقع على شهر رمضان، فنستعد من الحين، خصوصا مثل ما تعودتوا كل سنة نطرح الأمراض المزمنة وكيف يعني نتعامل معها في شهر رمضان الكريم، لنا الصيام فترة طويلة، الامتناع عن الأكل وغيره، كل هذا قد يؤثر على تحكمنا ببعض الأمراض المزمنة خصوصا مرضى السكري. فعشان شي دائما كل سنة نحرص على مناقشة كيفية الاستعداد لرمضان إذا كنت من ذوي الأمراض المزمنة، مثل يقول من يعني مبكر، يعني حنشوف قبل شهر قبل رمضان يخبركم شو مفروض تسوون حق رمضان. نروح الحين أولا للخبر المحلي أو الدراسة. الخبر اليوم يقول الثوم وتأثيره القوي في خفض الكوليسترول. يرتبط انخفاض الوظائف الفسيولوجية في جسم الإنسان بالعديد من الأمراض مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض العصبية والكوليسترول والسرطان. وأبلغ عن أن الإجهاد التأكسدي والالتهاب يساهمان بشكل رئيسي في تقدم الشيخوخة اللي نسميهم المواد الحرة المؤكسدة. دائما تلاقون الأشياء اللي بعض الفواكه اللي نقول لكم اخذوها نقول لكم غنية بمضادات الأكسدة، لأن المواد اللي تسبب الأكسدة هي أحد المواد اللي تسبب السرطانات. وهنا يلعب الثوم الدور السحري، السحر الثوم يكمن في كوني غني بمضادات الأكسدة، مما يساعده في القضاء على العديد من الأمراض المرتبطة بالعمر أو تقليل هذه الأمراض. يعد الثوم نبات وثيق الصلب الكرات والبصل. الكرات يشبه الثوم تقريبا، لكن طعمه على البصل أكثر، وتلاقونه دائما في الجمعيات عدال مكان في البصل والثوم، وهو أحد المكملات، أكثر المكملات الشعبية التي يتم شرائها على نطاق واسع والمستخدمة لخفض مستويات الكوليسترول. تشير الدراسات البحثية التي شملت اثنين الحيوانات والبشر لأن الثوم يمكن أن يخفض مستويات الكوليسترول. في معظم الدراسات التي أسفرت عن نتائج خفض الكوليسترول تم استهلاك حوالي نصف جرام أو جرام من الثوم يوميا. وايد والله صعب الثوم صعب. وفي إحدى الدراسات المنشورة في المكتبة الوطنية للطب
أجرى مزيد من التحليل على الثوم، تبين مفعوله القوي في خفض الكوليسترول الضار الذي يتسبب في انسداد الشرايين. طبعاً الثوم معروف من سنوات، وحتى في بعض الجنسيات إذا يعانون من ارتفاع ضغط الدم تلاقون يتناولون الثوم على الريج الصبح، يقول لكم ينزل يعني الضغط ويساعد في التحكم بضغط الدم. أريد أقول الثوم لأنه غني بمضادات الأكسدة، ومضادات الأكسدة موجودة في الثوم، موجودة في العنبيات والتوت، نفس البلو بيري بنقول التوت الأزرق، الفراولة وغيرها غنية بمضادات الأكسدة. عشان شي دائما ننصح نحن نستهلكها عشان تقاوم الإصابة بالسرطان. فحين الثوم أيضا يساعد على التحكم بالكوليسترول. طبعا دائما المواد الغذائية نطرحها أو العناصر الغذائية نطرحها ونقول تأثيرها على الصحة، يعني تخفيض الكوليسترول، تخفيض الضغط، تكون مع استشارة الطبيب. ما يستوي أنا أوقف الدواء وأقول والله لأن قالوا دراسة أن الثوم يساعد في تخفيض الكوليسترول وضغط الدم راح أوقف دواء الكوليسترول ودواء الضغط، مو لازم أتابع وراح أخذ فقط الثوم. يجب أن تكون بمتابعة أخصائي طبيب الأسرة وأخصائي التغذية. دائما شو نقول؟ كل شخص في هذا الزمن يحتاج طبيب أسرة يعرفه ويتابع معاه دائما، أخصائي تغذية يتابع معاه دائما، ومحامي. أنا دائما أقول الجملة، لأن ترى دور طبيب الأسرة وأخصائي التغذية يمشون جنبا إلى جنب. معظم الأمراض حتى من غير مرض يعني تتم علاجها أو يعني الحماية من الإصابة بها بأنك أنت تتبع أوامر أو تعليمات طبيب الأسرة وأخصائي التغذية. فاحرص على استشارة أخصائي التغذية وطبيب الأسرة الخاص بك قبل أن توقف أي دواء أو حتى تقلل الجرعة. ما بتقول والله أنا بسترك كمية معينة من الثوم بس بقلل جرعة الدواء أيا كان هذا الدواء، ولكن نحن نشدد أن أنت تحرص على نمط حياة صحي، يعني تأخذ الدواء اللي وصف لك يا الطبيب، تمارس الرياضة، أكل متوازن، عشان شو يكون تحكمك بالمرض أفضل، وفي نفس الوقت ما يتطور المرض عندك ويأثر على الأعضاء الأخرى. احنا راح نروح ان شاء الله الحين الى فقرة السوشيال ميديا، ودائما تكون معانا زميلتنا اسماء الجناحي رئيس قسم الإعلام الصحي بالإنابة، بتقول لنا ما هو جديد السوشيال ميديا. صباحك وردي اسماء. اسماء صباح الاثنين اللي يحبك الاثنين. صباح الورد حبيبتي، حياك الله بصحه وسعاده مثل كل يوم يا اسماء، ونشكرك على انك دائما تطلعين معنا بصحه وسعاده وتعطينا جديد السوشيال ميديا. فكل المستمعين يتريون يقول شو جديد السوشيال ميديا، شو جديد هيئه الصحه اللي تروح في السوشيال ميديا. نحن ترى في مسجلات جديده موجوده في هيئه الصحه بخصوص تطعيم الاطفال. قبل كان في مجموعة من المراكز، لكن الآن تم تخصيص في مراكز الرعاية الصحية الأولية كل من مركز ند الحمر والبرشاء الصحي بالنسبة للقاح فايزر بيونتك للأطفال من فئة 5 إلى 11 سنة، موجود في مركزين البرشاء وند الحمر، وكذلك في مركز عود ميسى للتطعيم. كل المراكز هيئة الصحة بدبي هي من خلال مواعيد مسبقة يقدرون يأخذوا موعد من خلال رقم من خلال تطبيق هيئة الصحة أو من خلال خدمة الواتساب اللي هي 8342. بس نذكر مرة ثانية أنهم 3 مراكز لتقديم الخدمة للفئة من 5 إلى 11 سنة، اللي هو مركز عود ميثا بتطعيم كوفيد، ومركزي ند الحمر والبرشاء. وإني نختمها بالرسالة الصباحية لليوم، ورسالتنا اليوم جميلة جدا، تقول: تنظيم وترتيب العمل يساهم في تسريع عملية الإنجاز، لذلك خصص وقتا في الصباح لتنظيم وترتيب أولويات يومك. بعض الأشخاص دكتورة يقولون زين ترى هالوقت يعني ما يكون الدوام على طول يعني يتحمسون يبدون يشتغلون، لكن لو أنت يعني يخلص الدوام يحس إنه هو ما خلص اللي عليه أو يحس إنه في شيء ناقص. لما أنت تسوي ترتب أو خذ 10 دقائق 20 دقيقة رتب شو الأشياء اللي بسويها هالأسبوع أو هذا اليوم، وأنت وبعدين الإنجاز بيجي ورا بعض، خلاص تقدر يعني يوم يخلص اليوم تحس إن أنت أهم شيء اللي عليك سويته، لأن خلال وقت العمل اللي يطلب منك شغلة اللي يقول لك ساعدة في شغلة. فالأفضل نحن يعني بهالطريقة نقدر نركز إن خلصنا مهامنا بدون ما نتشتت بالطلبات اللي توصل من حولنا أو بالأشياء اللي يخبرونا فيها الناس اللي حولنا. طيب هاي كانت نصايحنا اليوم، نتمنى لكم الصحة والسعادة.
شكرا لك يا أسماء، وعساك دوم إن شاء الله بصحة وسعادة. الرسالة عطتني إياها أسماء اليوم جدا مهمة. أدري إحنا الصبح نكون دائما مستعجلين، يعني الصبح يعني نحس عمرنا كان نركض من النش من النوم لما نوصل الشغل، ومع زحمة الشارع وغيره. أنا دائما يعني نصيحتي تكون أول ما نوصل المكتب مكان شغلنا، قبل لا نندمج بان احنا نبدأ نشتغل ونبطل تشوف شو التاسكات اللي عندنا، دائما افضل نجلس نشرب شوي ماي لما يشتغل الكمبيوتر، ناخذ 10 دقائق الى 15 دقيقة مثل ما يقولون يعني نسترجع طاقتنا بعد هذا الركض كل الصبح، يخفت مستوى التوتر عندنا عشان نقدر ان احنا نخطط ليومنا في العمل بشكل افضل. ترى لو بديت الشغل وانت متوتر وتعبان، ويعني عشان انت طول الصبح قاعد تركض يلا عشان يهالي يركبون السيارة وتوصل المدرسة وتوصل انت الدوام، هذا كله يسوي نوع من انواع التوتر على جسمك. فحتى لو ما كان عندك ترى شغل وايد هذاك اليوم، بيخلص اليوم وتحس انك انت جدا مجهد، تقول زي انا ما سويت الكمية الشغل الكبيرة اللي تبرر، لأن أحس إني أكثر تعبان ومجهد وما أقدر أدي أي شيء بعد ما يخلص ساعات العمل. السبب يكون إن مستوى التوتر يكون عندك عالي من توصل المكتب، وأنت ما تتعامل مع هذا التوتر بطريقة سليمة، يعني ما تجلس تأخذ يعني تأخذ نفس عميق شوية، تقعد إذا عندك مكتب تروم تسكر في الليل شوية لمدة 5 إلى 6 دقائق، تشرب شوي ماي، تشرب شاي، تهدي عمرك شوية قبل ما تبتدي العمل. وأنا دائما أشجع إن إحنا يكون عندنا ورقة وقلم ونكتب شو المطلوب من اليوم، هذا روح يساعد إن أنا شوي يخف التوتر عندي، يكون عندي نظرة واضحة أنا شو بسوي اليوم في العمل. دائما وجود الورقة والقلم يساعد إن إحنا تكون رؤيتنا واضحة المطلوب مني اليوم في العمل. نحن رح نطلع إن شاء الله فاصل، بعد الفاصل رح يكون عندنا فقرة التغذية مثل ما خبرتكم تكون عن الوجبات السريعة وتأثيرها في الصحة، فابقوا وتذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. ورجعناكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. التواصل على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. مثل ما كنا نقول بعد قبل الفاصل عن موضوع الوجبات السريعة، طبعا بدون شك فإن كل ما صدر من دراسات وأبحاث سواء من منظمة الصحة العالمية أو مراكز بحوث متخصصة يؤكد بشكل قاطع الضرر الكبير للوجبات السريعة التيكاوي على قولتنا على صحتنا ولياقتنا وحياتنا. ونحن هنا من وقت لآخر نذكر بهذه الأضرار تعزيزا للتوجهات العامة التي تؤكد على ضرورة الالتزام بالأنماط الصحية السليمة والغذاء السليم للحفاظ على صحتنا. واليوم للحديث عن هذا الموضوع وأثر وجبات الصحية وجبات السريعة على صحتنا، يسعدنا يكون معنا على الهواء الأستاذة سهى نوفل اختصاصية التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي. صباح الخير أستاذة سهى. صباح النور. صباح النور والفل. أهلا حبيبتي. أهلا فيك في صحة وسعادة. طبعا موضوعنا اليوم بخصوص الوجبات السريعة وتأثيرها في الصحة، وطبعا لا يخفى عليك وعلى المستمعين أن خلينا نقول بسبب نمط الحياة السريع اللي احنا عايشينه الحين، كثير من يعتمد على الوجبات الصحية خلينا نقول 2-3 مرات في الأسبوع عشان كوجبة غداء أو وجبة عشاء، لأنها سريعة مش مكلفة وسهل أن احنا نحصلها أي مكان. لكن نتكلم أول شيء لما دائما نقول عن أضرار الوجبات السريعة، هل إحنا قصدنا الضرر يكون في المكون أو في طريقة الإعداد أو في طريقة التقديم، أو شو مشكلة الوجبات السريعة اللي تخلي دائما نحذر منها ونقول إنها غير صحية ويجب ألا نستهلكها بكميات كبيرة؟ زي ما حضرتك تفضلتي دكتورتنا الفاضلة، هو فعليا فعليا الظروف الحياتية هي اللي فرضت علينا وزادت من استهلاك الناس لمثل هذه الوجبات. فلو أنا بدي أحكي عن أضرارها زي ما أنت حكيتي، هو الضرر يكمن في المكونات، في طريقة التقديم، في طريقة الإعداد، لأن طريقة إعدادها أغلبها تعتمد على الدهون، يعني أغلبها مقلية، فهذه الدهون المستخدمة أغلبها دهون مهدرجة مكررة، يعني تم استخدامها أكثر من مرة. إذا عندي طريقة الإعداد نفسها وطريقة تحضيرها فيها خطأ، مكوناتها أغلب مكوناتها من اللحوم المصنعة، سواء كانت الدجاج، سواء كان اللحم، سواء كانت النقانق، السجق، أغلبها لحوم مصنعة. هاي اللحوم المصنعة تكثر فيها المواد الحافظة، تكثر فيها نسبة الصوديوم،
فيها نسبة أيضا دهون عالية. إذا مكوناتها أيضا من ناحية الدهون العالية، المواد الحافظة، السكريات اللي بتكون بجانبها عند التقديم، البطاطا المقلية برضو الموجودة بجانب هاي الوجبة. هي الوجبة لا تقتصر فقط على الساندويتش اللي إحنا بنتناوله أو هاي الوجبة، لكن شو بيكون معاها برضو؟ البطاطا المقلية، برضو هاي البطاطا أغلبها مجمدة، فبرضو فيها نسبة عالية من الصوديوم، المواد الحافظة. عند طريقة تحضيرها برضو هي كانت مقلية، إذن برضو نسبة عالية من الدهون. المشروب الغازي اللي بيكون بجانبها، قليل من الناس تأخذ عصير، لكن أغلبها مشروبات غازية، برضو هاي سكريات بتأثر عندي على العظام. إذا حتى العصير اللي يتناول هو العصير المصنع، إذا الخطر يكمن أو الضرر زي ما نحكي في كل المراحل، سواء كانت في الإعداد أو في التقديم أو حتى في المكونات نفسها. صحيح. أستاذة سوى، نلاحظ الحين كثير مطاعم وجبات السريعة قامت تعطي خيار صحي أكثر. أنا دائما ما أحب أقول للناس امنعوا اقطعوا 100%، مثل ما قلنا يعني صعب جدا نحن نوقف 100% مع المطاعم، لكن إذا رحنا مطعم وجبات سريعة كيف ممكن أخلي خياري، خلينا نقول، أخف ضررا من إن لو أخذت الوجبة العادية اللي يكون بطاطا كبيرة متروسة ملح والبرجر دبل برجر وخمسة جبن محطوط داخل البرجر وأكبر مشروب غازي فعلياً. لأنها هي زي ما حكينا هي وجبات سريعة سهلة التحضير، فيها لذة، ومع كثرة استخدام الناس إلها وخاصة المراهقين بيصير عندهم زي إدمان عليها. هو بيأخذها وبعد شوي بيصير بده، بعد ساعتين ثلاث بيصير بده يجوع، بيصير بده كمان واحدة. الحياة سهلة، الوصول الطلبات كلياتها أونلاين، هذا كله سهل على الناس وخلاهم فعليا بدهم يطلبوها بشكل أكبر. لكن هلأ أنا زي ما حكيتي برضو ما يعني مستحيل نقطعها 100% وبشكل مفاجئ عن الناس، وخاصة عن المراهقين وعن الأطفال. لكن أنا ممكن أزيد التوعية ثم التوعية ثم التوعية وبشكل مستمر، سواء كانت في البيت، سواء كانت في المدارس، سواء كانت في الجامعات، في الإذاعة، في كل مكان، التوعية بشكل مستمر في أضرارها، في البدائل تاعتها. أنا هذا عرض الوجبات السريعة، الوجبة الأكبر، دائما نحاول نبتعد عنه، نتجنب هذا العرض، خلينا على الوجبة الأقل، خلينا نأخذ مثلا فقط الساندويش، يعني حتى لو فيها بعض الأشياء زي ما تفضلتي، طبقة الجبن، طبقة المايونيز، أولا أخفف من هاي الطبقات، خلينا أقتصر عليها، ألغي المشروب الغازي اللي جنبها، ألغي أستبدله في المي. خلينا بالبداية بتكون صعبة لكن شوي شوي بتصير. إحنا بنشوف ما شاء الله بياخذ أكبر حجم من البيبسي والمشروب الغازي، أكبر حجم من الساندويش، أكبر حجم من البطاطا. خليني بالبداية أقلل هذا الحجم، أبلش ألغي بعض الأشياء اللي بجانبها، ألغي البيبسي مثلا أو المشروب الغازي، خليني أبدله في عصير طبيعي في البداية، وممكن بعدين خلص أبدله في المي. يعني بالتدريج شوي شوي، هاي مع زيادة حملات التوعية لهاي الطلاب ولهاي الفئات من الناس شوي شوي بتخف. دائما الأم قبل ما تطلع على السوق مثلا، خلينا نحكي، خليها تحاول الأطفال أو الناس اللي بدها تأخذهم معها، خليهم يكونوا شبعانين، لأنه إذا كان جوعان الواحد، حتى الكبير، مش بس الكبير الواعي اللي عارف الأضرار، إذا كان جوعان إلا ما يتناول، بيحكي هاي بس هالمرة. طب ما هي بس هالمرة، بتتكرر المرات خلال الأسبوع 3-4 مرات، وهون بتصير تكمن المشكلة أكثر وأكثر. فأنا بالتدريج أعطي أولادي وجبات قبل ما أذهب إلى التسوق، دائما أعود إنه في عندي وجبات كمان خفيفة في البيت، تكون أنا محضرتها، أنا تكون عندي جاهزة. فهيك شوي شوي مع التوعية الكاملة بتصير تخف الطلب على مثل هاي الوجبات، وأصير أستبدلها. يعني في زي ما تفضلتي بعض المطاعم تعطيك مثلا هذا لحم مشوي، هذا اللحم مثلا بدون إضافات، يعني ما يكون حاطط فيه عدة طبقات. فأنا في عندي وجبات صحية في المطاعم الآن، خلينا نحكي أهون من الوجبات الأخرى، ممكن أبلش أستبدلها وشوي شوي. هي تعويد، هي مسألة تعويد، زي ما تعودوا الناس يتناولوها بسرعة وانت قاعد في البيت تتفاجأ أن أولادك أصلا طلبوا الطلب. شوي شوي أنا لما أوفرهم هاي البدائل في البيت، ممكن بالتدريج والتوعية بتخف الطلبات عليها. ممتاز. لما نقول إحنا نمط غذائي سليم، شو القائمة اللي تكون مفروض تحتوي عليها النمط الغذائي هذا، عشان عيالنا يكونون يعني يلتزمون بنمط غذائي صحي أفضل أو أكثر؟ شو العناصر الغذائية؟ إحنا ده وقت تكلمنا عن الموضوع، لكن نرد نأكد على العناصر الغذائية اللي يجب تكون موجودة في الأكل اليومي عشان يكون نسميه نمط غذائي سليم.
هو مشكلتنا دكتورة لازم دائما دائما لما الناس تسمع نمط غذائي سليم بتروح بتربطه على طول بإيش؟ بالسمنة. تقول نمط غذائي سليم يعني بدهم يعني أضعف يعني أنا بدي أعمل حمية. لا، النمط الغذائي السليم هو الحياة الصحية، هو أسلوب حياة ما بتقتصر والله على فترة مرض أو على فترة علاج أو على فترة نزول وزن أو هذا طفل عنده حالة عبال ما يكبر. لا، أنا لو تعودنا على النمط الغذائي الصحي والسليم من البداية، في مقولة دائما بتحكي ما تأكله الآن هو صحتك في المستقبل. يعني أنا اللي ببنيه هلأ حيضل معاي لبعدين. النمط الغذائي السليم دائما نحكي هو اللي يتضمن عندك كل العناصر الغذائية، كل المجموعات الغذائية من نشويات، بروتينات، الدهون الجيدة للجسم، الخضار، الفواكه، المي، كلها هاي لازم تكون موجودة عندي في وجبات الثلاث. النمط الغذائي الصحي والسليم إني أمارس أي نوع من النشاط البدني، مشي، رياضة، أي نوع من النشاط البدني. النمط الغذائي الصحي والسليم إني ما أنسى وجباتي، ما أفوت الوجبات، ثلاث وجبات لازم أنا ألتزم فيها. يعني بحكي لك الوجبة الدسمة هي وجبة الصباح، لا تفوت وجبة الإفطار، هي مصدر الطاقة الأساسي، هي اللي راح لما الطفل يتناول هاي الوجبة أو طالب المدرسة أو طالب الجامعة أو حتى الموظف، هاي هي اللي بتخليك تركز خلال اليوم. وجبة الإفطار جدا مهمة، هي مصدر الطاقة الأساسي، هي اللي بتعطيك العناصر الغذائية الأساسية من بداية اليوم. بعدين وجبة الظهيرة اللي هي وجبة الغداء دائما تكون وجبة كثيفة، احنا بنحكي عنها كثيفة، يعني فيها البروتين بشكل جيد، فيها النشويات، فيها الخضار سواء كانت مطبوخة او على شكل سلطة. هاي الوجبة ضروري جدا تكون موجودة، لانك انت بعد الانقطاع من وجبة الفطور بتكون بذلت جهد سواء في المدرسة سواء في العمل، انت نزل عندك مستوى الجلوكوز. الجلوكوز هذا هو مصدر الطاقة الاساسي للدماغ، هو اللي راح ينشط لك هذا الدماغ، فانت بحاجة انها تكون وجبة الظهيرة هي وجبة كثيفة. دائما بنحكي تناولها كمان ببطء، لا تستعجل، لا تتناول الغداء على عجل. انت لما بتاخذ الوجبه السريعه انت بتاكلها وانت هي سريعه وانت بتتناول بسرعه، فاذا وجبه الغداء لازم تكون وجبه كثيفه وما تتناولها على عجل. وجبه العشاء تكون وجبه المساء، هي الوجبه الخفيفه ايضا ضروري تكون موجوده، بنخفف فيها من كميه البروتينات المتناوله، يكون البروتين السهل الممكن يكون لمصدره نباتي، تكون فيها كمية النشويات البسيطة، تركز فيها عندي الخضار والفواكه، ما بفوتهم، باخذ وجباتي بانتظام، ما بحرم حالي، هو أسلوب حياة أبدي لازم يكون معاي من صغار لغاية ما أكبر. كل ما أنا كانت حياتي صحية في البدايات حتسهل علي المراحل المتقدمة من العمر في حياة صحية وسليمة إن شاء الله تعالى. ممتاز. أستاذة سهى، في نصيحة أخيرة حابة توجهها للمستمعين للأمهات بخصوص تناول الوجبات السريعة، عشان يعني ما نصعب الأمر على الأمهات وفي نفس الوقت يحافظوا على صحة عيالهم تكون أفضل. أهم شيء نبدأ معهم الإلغاء التدريجي، إحنا بنسميه إلغاء التدريجي، شوي شوي بيكون وبتوصل بالنهاية للهدف. دائما أعطيهم البدائل، دائما أعطي أولادك البدائل، العصير الطبيعي بدل العصير المصنع، خلي الطفل يشارك، إذا بدنا نحكي على الأطفال خليه يشارك في إعداد هاي الوجبات، بصير يستمتع فيها أكثر. خذي هاي الوجبات معك، أنت حضرت هاي الوجبة بنروح بنتناولها برا، خليه شوي شوي بصير يشوف البدائل الصحية اللي هو أعدها بنفسه ويتعود عليها ويتعود على البدائل الصحية، على الخضار، على الفواكه، ياخذ سلطة الفواكه كبديل، حتى لو بتتعد بعض الحلويات خلي الطفل يشارك أمه في إعداد هذه الأطباق، هذا بيسهل عليها برضه هاي المراحل. وزيادة التوعية في المدارس على الوجبات السريعة وأضرارها هذا شيء جدا مهم لحتى نحمي أطفالنا وطلابنا من الآثار السيئة والسلبية اللي ممكن تتبعها هاي فيما بعد. ممتاز. أنا شاكرة لك أستاذة سهى نوفل، اختصاصية التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي، مداخلتك معنا اليوم بخصوص الوجبات السريعة وتأثيرها في الصحة. شكرا لك ونهارك سعيد. نهاركم أسعد. شكرا. طبعا أخونا عبد الرحمن الحصاي صبح عليكم بالخير، شكرا لك أخوي عبد الرحمن لتواصلك الدائم. وقبل نطلع الفصل على السريع، مثل ما قالت أستاذة سهى، يجب أن نحن نكون واعين أكثر في خياراتنا لما نصير نأخذ وجبات المطاعم السريعة. يعني البطاطا ما تكون أكبر حجم، ما نأخذ المشروبات الغازية معها، ما نضيف الجبن. دائما أقول هالكلام، لا تقولون حطوا جبن زيادة، الجبن المستخدم في البرجر خلينا نقول أو في الهامبرجر
ما يكون يكون غني بالسعرات الحرارية والكوليسترول، فيفضل ما تزيدون عليه لا مايونيز ولا جبن. خذوا البرجر كبرجر نفسه، واللحم المشوي الجميل تأخذونه خالي، حطوا عليه خس، حطوا عليه طماطم، مخلل. المخلل جدا يساعد يخلي طعم الأكل ألذ. وإذا كان تبون تحطون جبن، يعني يكون في جبن معه، لا تزيدون كمية الجبن أو كمية المايونيز. أو أنا أنصحكم دائما ضيفوا الخردل أو المسترد. الخردل سعرات الحرارية جدا بسيطة وجدا مفيد وجدا لذيذ. حتى لو حطيتوا الخردل على البرجر يعطيكم إحساس كأنه جبن. الخردل قليل في السعرات الحرارية عكس المايونيز. احنا نطلع ان شاء الله فاصل. بعد الفاصل بيكون عندنا مثل ما قلنا موضوع مهم جدا، الامراض المزمنه وشهر رمضان الكريم. بتكون معنا دكتوره عائشه محمد العلماء، اخصائي اول طب الاسره والمجتمع بهيئه الصحه بدبي، بتجاوب على اسئلتكم. طرشونا كل اسئلتكم على 600551414 والرسائل النصيه على 4006. نطلع فاصل ونواصل. صحه وسعاده. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم، برنامج صحة وسعادة، مع اقتراب شهر رمضان الكريم وإن شاء الله حلول شهر رمضان والبدء في الصيام. يحتاج أصحاب الأمراض المزمنة لنظام غذائي خاص للغذاء وطريقة معينة لتعاطي الدواء حتى يكونوا أكثر قدرة على الصيام. ومثل ما دائما نقول كل سنة عشان نطلع من شهر الصيام ونحن مستفيدين من شهر الصوم، لأن ما يخفى عليكم أن الغرض من شهر الصوم نحن يعني نعيد توازن الجسم، نريح المعدة، نريح الأمعاء. فرصة ذهبية للناس اللي حابة تقلع عن التدخين، هو شهر رمضان الكريم وايد يساعدكم. لأن أنت صايم ما أدري هالسنة كم ساعة بصوم، 15 ساعة 16 ساعة، مو متأكدة، لكن تتم فترة طويلة بدون السيجارة. ففرصة ذهبية تقلع عن التدخين، فرصة ذهبية تنام فيها سكرك وكوليسترولك، تفقد فيها جزء من الوزن. خلينا نقول نعيد توازن الأجسام، نتمتع بالصحة أفضل. يعني حرام ندخل شهر الصوم نطلع منه وإحنا ما استفدنا منه. فرح نتكلم عن موضوع كيف نوازن أو كيف يؤثر الصوم في الأمراض المزمنة وشو مفروض نسوي إذا أنا من أصحاب الأمراض المزمنة، مع الدكتورة عائشة محمد العلماء، طبيب أخصائي أول طب الأسرة والمجتمع في هيئة الصحة بدبي. صباح الخير دكتورة عائشة. صباح النور دكتورة ندى، شو أخباركم؟ الحمد لله بخير وحياك الله في صحة وسعادة. أهلا وسهلا دكتورة عائشة. أول شيء نبتدي عن نبذة عن الأمراض المزمنة التي تستوجب نظاما وجدولا محددا لأخذ الدواء، عشان بعدين ندخل مع المستمعين ونقولهم هذه الأمراض تحتاج إلى اهتمام خاص في رمضان. فشو الأمراض المزمنة اللي فيها نظام وجدول معين لأخذ الدواء؟ أولا أبارك لكم قرب حلول شهر رمضان المبارك. عندنا جميع الأمراض المزمنة اللي مرضاها يتابعون بصفة مستمرة مع أطباءهم لمتابعة خطة العلاج ولمعرفة مدى السيطرة على المرض، يحتاجون زيارة قبل شهر رمضان ليتم تقييمهم بواسطة طبيبهم. عندنا على سبيل المثال مرض يعني مرضى داء سكري، مرضى ارتفاع ضغط الدم، مرضى الربو، بعد أيضا المرضى اللي عندهم أمراض القلب، أمراض الكلى، أمراض الغدة الدرقية. لأنه مهم هنا يعني يتم تقييمهم ويتم جدولة أدويتهم. فمهم مثلا أدوية يفضل تناولها عند الإفطار، في أدوية مثلا تناولها عند السحور. عندنا مثلا مرضى السكري أيضا من المهم أن يعني يفحص السكر، يعني يتم مناقشة أن كم مرات ممكن يناقش يفحص السكر الذاتي في البيت خلال الصيام وخلال الليل. ممتاز. شو الوقت المناسب؟ احنا ذكرنا مجموعة من الأمراض، يعني الضغط والسكر والربو وأمراض القلب والشرايين وأمراض الكلى وغيرها. شو الوقت المناسب أن المريض اللي يعاني من أي من هذه الأمراض أنه يبتدي المراجعة أو الاستعداد لشهر الصوم؟ قبل كم من رمضان مفروض يبتدون الاستعداد؟
يعني هو يفضل يستعد يعني أي مريض من الأمراض المزمنة لشهر الصوم خلال شهرين، يعني وقبل بدء شهر رمضان المبارك يزور الطبيب، يتم مناقشة وتقييمه إذا يحتاج أي فحوصات، كل هذا يتم من خلال الزيارة قبل شهر رمضان. وإحنا الحين يعني المتبقي من 3 إلى 4 أسابيع شهر رمضان، فنستغل هالفرصة إن نزور الطبيب وعلى أساس نتناقش معه ويتم تقييمنا وتوجيهنا عشان نصوم بكل سهولة ويسر إن شاء الله. إن شاء الله. دكتورة عاشة، خبرينا عن شو لما الطبيب المريض اللي يعاني من أمراض مزمنة يراجع الطبيب قبل رمضان بشهر، بأربع أسابيع، 3 أسابيع، شو أهمية هالمراجعة؟ شو تم مناقشتها؟ كيف يتم إعادة جدولة الأدوية حقه أو حتى الاهتمام بغذائه؟ فشو تم في هالمراجعة؟ شو المعلومات اللي تعطى للمريض؟ أود الذكر هنا أن معظم مرضى الأمراض المزمنة ممكنهم الصيام بس بإرشادات الطبيب، فيتم من خلال هالزيارة الطبيب يقيم حالة المريض بشكل عام من خلال إذا كان عنده أي أعراض ولا لا، من خلال مراجعة المؤشرات الحيوية، الضغط، الوزن، ومن خلال أيضا نتائج الفحوصات. ف يعني بهذا التقييم يعرف أن المريض يقدر يصوم بسهولة ويسر، وبعدين يتم بعد ذلك مراجعة الأدوية، توزيعها، الوقت الأنسب لأخذها، مثلا بالنسبة لمرضى السكري إذا كان عندهم يعني مثلا ينصحون متى مثلا ممكن المريض ما يكمل صيام يفطر إذا كان عنده هبوط أو كان عنده ارتفاع حاد. أيضا النمط الحياة يلعب دور كبير، فأيضا يتم مراجعته مع المريض بالإضافة مثل ما قلنا للأدوية يعني كعلاج حق الأمراض اللي يأخذها. في مرضى مثلا أمراض مزمنة اللي عندهم مضاعفات أو غير متحكم فيهم، فهالمرضى يعني وهم فئة قليلة ينصح بعد الصيام كلا حسب حالته على حسب ما يتم تقييم بواسطة الطبيب المعالج. ممتاز. دكتورة عاشة، شو أهمية التزام بتعليمات الطبيب بخصوص مواعيد أخذ الأدوية، الأكل المفروض يأكله، تقسيم الأكل خلال شهر رمضان؟ شو الاستفادة بتكون لهالمريض إذا التزم بهذه التعليمات؟ بيكون استفادة كبيرة، وإن شاء الله بيتم يعني يصوم شهر رمضان بسهولة ويسر، لأن هالتقييم وهالإرشادات توجه له على حسب حالته وحاجته. ومثل ما ذكرنا إن يعني علاج أمراض المزمنة في الجزء العلاجي اللي هو من خلال الأدوية والإبر مثل ما يوصف له من قبل الطبيب، وأيضا هناك الجزء نمط الحياة، فمهم أيضا إن نتبع نمط حياة صحي خلال شهر الصوم عشان نحصل النتائج. أنا هني بس رد شوية نصائح أشياء تهم يعني تفيد إذا اتبعناها حق الأمراض المزمنة. إن مثلا يعني المريض الأمراض المزمنة خلال شهر الصوم يتناول أكل صحي متوازن، يأكل 3 وجبات، وجبتين رئيسيتين اللي هم وجبة الإفطار والسحور، ويكون بينهم وجبة خفيفة في المنتصف، وبعدين نأخر السحور لقبل أذان الفجر. وايد ناس تشرب مشروبات يعني عندها فيها كميات كبيرة من السكر، ننصح أن نتجنب هالمشروبات اللي فيها كمية كبيرة من السكر ونستبدلها بتناول كمية كافية من الماء. نحتاج 2 إلى 3 لتر من الماء أن نشربها. وبعدين أيضا في أدوية عندها صفة إضرارية مثل الشاي والقهوة، المشروبات الغازية، فهاي بعد نبتعد عنها لأنها قد تؤدي إلى الجفاف. عندنا مثلا نبتعد عن أكلات الدسمة والمقلية، نتناول الفواكه والخضروات، أخذ قسط كافي من النوم، لأن يعني في وايد ناس تسهر، فلا بعد نهتم بجانب النوم لأن هذا بعد يؤثر على يعني هو جزء من العلاج ويؤثر على التحكم في المرض. عندنا بعض يعني نذكر انتظام بأخذ الأدوية، يعني ناخذ الأدوية مثل ما تناقشنا مع طبيبنا المعالج اللي تم توزيعها، وإن ما ننسى أدويتنا، لا ننتظم فيها خلال كامل شهر الصوم عشان إن شاء الله نطلع من شهر الصوم بنتائج جيدة.
ممتاز. بما الدكتورة عاشة ذكرتي موضوع نمط الحياة، هناك عيادة جميلة في هيئة الصحة بدبي في قطاع رعاية اسمها عيادة أنماط الحياة، فنعطي المستمعين شوي بعض المعلومات عن هذه العيادة، من المفروض يعني يتابع في هالعيادة وكيف ممكن يتحول عليها؟ أشكرك دكتورة ندى أنك ذكرتي هالنقطة. عندنا عيادة أنماط الحياة في الرعاية الصحية الأولية، عندنا المرضى اللي ممكن يتحولون هالعيادة المرضى اللي عندهم وزن زايد، سواء كان عندهم سمنة أو بس وزن زايد، أو معرضين إنه يستوي لهم سكري، معرضين إنهم يستوي سكري سواء كان عن طريق فحص الدم، وعندنا استبيان نشوف هم من 8 أسئلة ونشوف مدى احتمالية إن الشخص يستوي له سكر، فإذا ينطبق عليه شرط من هالشروط يتحول لعيادة أنماط الحياة. عيادة أنماط الحياة العيادة تتكون من فريق، عندنا طبيب أخصائي، عندنا ممرض، عندنا أخصائي التثقيف الصحي وأخصائي التغذية. الشخص اللي يحضر يتم تقديمه من كل الفئات اللي ذكرناها، ومن ثم يتم إرشاد يعني تقديم الإرشادات له ومتابعته. أيضا يعني عشان يعني من خلال هالعيادة نبغي أن نقلل قد ما نقدر نسبة الإصابة بأمراض السكري وأمراض القلب والشرايين، وهي متواجدة في مركز ند الحمر الصحي ومركز البرشاء الصحي. ممتاز. وياخذ التحويلة من عيادة من طبيب الأسرة، أو يقدر الشخص روحه يحجز فيها الموعد؟ لا، لازم يكون محول من طبيب الأسرة. ممتاز. أنا شاكر لك دكتورة عائشة محمد العلماء، أخصائي أول طب الأسرة والمجتمع بهيئة الصحة بدبي، مداخلتك معنا اليوم بخصوص الأمراض المزمنة وشهر رمضان، وأكيد في بيكون يعني معك لقاءات أكثر عشان بشكل تفصيلي نطرح الأمراض المزمنة المختلفة وشو النصائح تعطينا للمرضى عشان يطلعون مثل ما يقول من رمضان بأفضل صحة. شكرا لك دكتورة عائشة ونهارك سعيد. شكرا لكم وما قصرتوا. شكرا. مثل ما قالت دكتورة عاشة، نحن في هيئة الصحة في دبي وخصوصا في قطاع الرعاية الصحية الأولية ما نتريى المرض، يعني ما نقول على طول عيادة السكري، لكن هناك عيادة أنماط الحياة. هذه العيادة تعنى بالناس اللي عندهم خطر الإصابة بمرض السكر، يعني إلى الآن لم يصابوا بمرض السكر لكن عندهم عوامل خطر، عندهم ارتفاع طفيف في معدل السكر التراكمي، فلو انتركوا من غير متابعة خلينا نقول مقربة أو متابعة مستمرة ممكن يتحول إلى مرض السكر. فالعيادة مثل ما قالت الدكتورة عاشة فريق متكامل، أخصائي تغذية تثقيف صحي طبيب ممرضة، فريق متكامل يمشون مع المتعامل خطوة بخطوة مع إعطاء مواعيد متقاربة عشان يتابعون كيفية تحكمه بكافة العلامات الحيوية اللي عنده والقراءات اللي عنده حتى لا يتطور إلى مرض السكري. وطبعا دكتورة عاشة ذكرت أنه مهم جدا إحنا نبتدي التجهيز لشهر رمضان كمرضى قبل رمضان بشهر، مو بس نتذكر نسي ناخذ مواعين حق الجيلي والكراميل وشو بناخذ مين رمضان، احنا بس نفكر ها في رمضان اذا صحتنا صحة اولى وهم كله في رمضان، ما بنقول احنا نقول ما نقول الناس لا تاكلون، انا ما احب نظام انه لا ممنوع لا في جيلي لا في كراميل لا في الجيمات، كله الجيمات وهريس وثريد ومضروب كله، لكن ناكل بتوازن أول شيء عشان ما تينا تخمة المعدة والتلبك المعوي اللي يستوي ونحس بالضيج بعد الفطور، هذا رقم واحد. رقم اثنين عشان نستمتع بصحتنا، ترى رمضان جدا جميل بأجواء الليلية والقعدة مع الأهل وصلاة التراويح جدا جميلة، أجواء رمضان ترى في الليل أحلى من النهار، فكيف نستمتع احنا بهذا اللي كنا شيء ثجال ومأكلين وايد وحيسة في البطن ومو قادر يتنفس من كثر الأكل ومن كثر الماي ومن كثر العصائر اللي فيها السكر نشربها؟ يجب أن نتوازن عشان شو نستمتع برمضان، هو شهر في السنة أول يوم شوي نتعب فيه بعدين نستمتع فيه يوم بيوم ليه ما يخلص، يوم يخلص يقول أوه طار رمضان، لأن ما استمتعنا فيه بطريقة سليمة بطريقة مناسبة. ورد أقول هي فرصة ذهبية على رمضان، نقدر نعدل كثير من عاداتنا الغذائية في رمضان، لأن الشهر كامل كافي أن أبدأ أحسن من بعض العادات الغذائية اللي موجودة عندي. فالناس اللي عندهم مشاكل صحية يأخذون أدوية بشكل منتظم، شوفوا حتى دكتورة عاشة ذكرت حتى مريض الربو
لأن طبعا مواعيد أخذ البخات، ياخذ البخة مالت الربو، البخاخ ماله، ياخذ حبوب، في بعض مرضى الربو ياخذون حبوب لمرض الربو. يجب أن تكون المتابعة قبل. وأنا أنصح الناس اللي عندهم أمراض مزمنة خصوصا الضغط والسكر والكوليسترول تتابعون بعد رمضان بأربع إلى ست أسابيع بعد ما يخلص رمضان. أنتوا تشوفون دكتور قبل رمضان يعطيكم نظام صحي، امشوا قسموا الأكل الأدوية. بعد رمضان خدوا معين طبيب الأسرة وسيروا وتشوفوا كيف وضعكم بعد ما خلص رمضان. في كثير من المرضى بعد ما يخلص رمضان يكتشفون تحكمهم بالسكر كان جدا ممتاز، كوليسترولهم منخفض، ضغطهم صار أفضل، وغيره وغيره وغيره. يتابع قبل وبعد. في رسالة سامع لكم بخصوص أصحاب الأمراض المزمنة في حالة مراجعة الطبيب يعطونا موعد طويل. لا، ليش موعد طويل؟ طبيب الأسرة ما يحتاج موعد طويل، في نفس اليوم تحصل موعد طبيب أسرة. سير عن طبيب الأسرة، طبيب الأسرة يجي يسوي لك 70% من الأمور، 30% في عيادات التخصصية اللي تحتاج عناية متخصصة. بس كثير مرضى السكر يقدر يتابع مع طبيب الأسرة. أنت شفت طبيب السكري في عيادة السكري مرة إلى مرتين في السنة، لكن باقي السنة تقدر تتابع مع طبيب الأسرة. طبيب الأسرة إذا احتاج وشاف وضعك يحتاج ممكن يحولك بكل سلاسة إلى الطبيب في العيادة التخصصية. لكن ترى الطبيب اللي قاعد في عيادة السكري هو طبيب أسرة عنده دبلوم في إدارة مرض السكري مثل ما يقولون، فهو طبيب أسرة في النهاية. فخذوا موعد أطباء الأسرة اللي عندكم، سيروا قابل الطبيب يقدر ينصحكم في مجال الصحة، في مجال التغذية، مجال الرياضة، وغيره 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 وغيره. كله ممكن يتم عن طريق طبيب الأسرة. عشان شي دائما شو أقول، خلوا عندكم طبيب أسرة متعودين عليه، دائما استيرونه، لأن خلاص يعرف شو نمط حياتكم، شو الأكل أنت تحبه، كيف نظامك أنت، كيف نظام نومك، كيف نظام رياضتك. هلا والله أنت إنسان مثلا رياضي، إنسان مش رياضي، إنسان دوامك شفتات، لا إنسان تنام من وقت في الليل، وغيره وغيره. وجود طبيب أسرة تتابع عنده بشكل مستمر، وخل مثلا حرمتك تتابع عنده، عيالك، أمك، أبوك، يعرف العوائل وشو طبع العوائل هاي، بالتالي يعطيكم أفضل خطة للحفاظ على صحتكم. احنا وصلنا لنهاية برنامجكم، برنامج صحة وسعادة. إن شاء الله كنا خفاف عليكم على مدى هذه الساعة الإذاعية. إلى أن ألتقيكم إن شاء الله الأسبوع القادم، وباشر طبعا زملائي بيتابعوا معاكم برنامج صحة وسعادة. أقول لكم شو، دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة.